في خطوة نحو استقرار ساحل العاج، انطلقت الأحد أول انتخابات رئاسية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 في أعقاب رفض الرئيس الأسبق لورانغا باكبو لاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام الرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي توقع أن يحسم الفوز من الجولة الأولى أمام معارضة منقسمة وضعيفة. وفتحت لجان الاقتراع البالغ عددها 20,000 أبوابها الأحد لتستقبل نحو 6 ملايين ناخب مسجلين في ساحل العاج، وسط توقعات بنسبة إقبال ضعيفة نتيجة اللامبالاة والمقاطعة الجزئية من جبهة مؤيدة لجاباكبو. إلا أن الناخبين يأملون أن تجلب انتخابات الأحد الاستقرار للبلاد، فيما ستمثل نسب الإقبال مؤشرا على شرعية وتارا حال فوزه. ويواجه وتارا 6 مرشحين، أبرزهم باسكال أفينيجيسان مرشح حزب الجبهة الشعبية الذي ينتمي إليه جاباكبو، ورئيس الوزراء السابق تشارلز كونامباني. وكان وتارا قد نجح في إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر بعد الحرب الأهلية التي حصدت أرواح أكثر من 3,000 شخص وشردت الآلاف في أسوأ موجة عنف تشهدها البلاد خلال عقود، وتم تجديد الإجراءات الأمنية خاصة في مسقط رأس جاباكبو الذي يواجه حاليا محاكمة دولية، حيث يتوقع البعض اندلاع أعمال عنف محدودة. ومن شأن مرور الانتخابات بسلام، طمأنت المستثمرين الذين تدفقوا على الدولة الواقعة غرب أفريقيا والتي تعد أكبر منتج للكاكاو في العالم، وقد حققت نسب نمو بلغت 9% خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الرغم من تراجع اقتصادات العديد من دول أفريقيا نتيجة انهيار أسواق السلع.